نهني قشي ما مشي مخشات كنات شي قوغا حمين غني خويا وذا نقمشي انت دير النظار بعد انت دير المغرب ونفرق جات ساعه التقديم تني قتنين الجديد شني كواش خانق باش نبدل الساعات ني غني انا تسمى عقري المدير هذه بدر هذا خاضر عقري المدير هو نمغان وكسان وفاد عادي رقيت تخروير بغيني غوت من شنو نكوا على حسب الساعات مرمين ما تساعد تني نكواكيس. السلام عليكم ازول طحب غزوما مربدا كيش حلقات جديده كي دين الشيماء. الموضوع نغ النهار يخد نفغ نسقسي مزاغ مدينه النهضه هو العوده غ التوقيت الرسمي جا غيرين ان شاء الله دي شهر رمضان ويواني شهر رمضان انا نعاود تسعد ودقاي فغ دواني القرار للحكومه وسويان فغ دغي مزاغ مدينه النهضه حمايه نغوش الراي نسن وحمايه كني واتسن من دان غنان قيمت كين غرينكا. الموضوع عند ساعات الخوي ذا قديم الى درجه يدور صافي الخوي بسر من كثرت بالدرتي ساعات ثلاثي ساعات بالدرتي ساعات ثلاثي ساعات ندور تسمى ندور زي 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 المشاكل يزين تعانا يوميا انه خسر غمان ساعات يزين نخدم ما في ساعه تاقدين ما في ساعه تجديد ما في ساعه اللي تساوي اثنين اوروبا ما قلي اوروبا ما عندنا الساعات ما وعدوا وخو اوبليجي خان مادام القرار وغادي تجي شند كفوس اوبليجي بطبيعه الحلقه اخو اي واحد وسي تعجب شا يخروضنا لانه تاثر حتى في البرنامج اليومي تسمى بالنسبه للمواطن ولكن في ظل انه وغنغبوا القرار وغنغبوا السلطه كفوس اذا اوبليجي خان غنسير وصافي اذا غير نبدل بدل مش سقان الجامني الجامني وش نخزع المهم قاصني نتسعد ديما قيخ يعني كرأي شخصي شكيت وليدة بالدراية مو شوي وأكيد ويحري لأنه أكيد مش سقان يعني التعامل كذا الوقت وجبو ديش نحاش نتفاها باش ابن مكاسي تصرف سي نتفاها العكس قاي وذان دي أوروبا يتسطر البرنامج الحياة نستكمل ظل عطال نس كذا بناء نخ التوقيت كذا التوقيت الدولة نغني ثمانية خص مثلا ذي راح نغش نحاش شين مازال عديتي ونفيكسي ولا ديش نتسعد يخف غنخدم اكيد انه تسمى كنظن مره اني غنسقسي اذا منين قوا غيعجب شمنوي ولكن اوبليجي غتويال على حساب القرارات غادي تسن ايوا واش من دابا انا خابني تلقى نهني خشم نمشي ما خشات كناس شي قوا غامين غن كيف كيف تنقصني خداني كيف كيف ايوا صافي اش من دابا غيني يعني واخا هانيني تنقص الدنيا هانيني تنقص الدنيا هانيه واش كبو الدار رمضي نهار شنو على حساب عاود تزجيت يعني على حساب شنو حاش ايوا كان واخا هانيني خص نكسل كنسعد ما تني تني الخون مع تني هو ساعات وثاني وثوي وثاني معنا مرة اني ساعات قد غيمة تني سنقسن ساعات غيمة تني شين شين وجي مغاخمين غن اصحاب الوقت ني هنيك تقن منا وجار المخزن دوينات نشي نقن نتبعوا تي انا التصدي نها بني المواثين تتي بوري ومشت وري غنشوف تي والو عليك غنجنر وقف ني غنبر بدا ذولني انت من تضرر اذا مثلا بالنسبه لي خويا وذا نقمشي انت دير النظار بعد انت دير المغرب ونفرق جات ساعه التقديم تني قتني الجديد في قسم منين غلا قبل ما غاصطاح لي قراش مثل ساعه الجديد مثل ساعه التقديم اذن هو غنغبو يا الرجل ومع ريك غنجن يتخوض السيستم السيستم واد فهمتني شني كواش خانق باش نبدل الساعات ني غني انا نتبوري وغادي ني وذا تغيما واخا تبدل الساعات تغيما ندير وقت تقديمت مش توري غنشم من الاحسن تفيكساني جن الوقت جني جن الوقت صافي ذوني انت لان نشي نعاد الوعي ني وغاسني ويدشا باش نبدل الساعات فهمتني غلا ايرومين خمي غبدل الساعات صافي اذا بدل ذوني انت شنو على حسب الساعات تنخذوا غاري عادي كيف كيف ساعة تقديم تبدل ولا نلقوا على حسب نومك تقول ساعة الجديد ياك يعني عادي خمني سنقصنا تار نعاود وذي نبول ياك وذي المشكل وذي حتى شي مشكل هذا تسمى عقري المدرس هذه بدر هذا خاضر عقري المدرس هو ايوا خير يتصني وذن اش قد تار ريكلا راه نغنها تخاوضنا نغندك ونقما انا مرقه غتسعد تقديم تما غتسعد تنجديد شكمشت عليه لا تخاربوا العقر هو لان ما بحال والو حد اش يوقع الغلط حد قطوا يدير رمضان شعر رمضان حد يعطى حد يوزن قاس عاد الحال انت سعتني يعني ما مشتو غنغاو من الزوار وتحسن هذه اللي تخيب مرات تخيب البدا ولا اني مرات تخيج نشهاو هلا جنيت ساعات فيك جنيت ساعات فيك وهي احسن اني تقضيت وغان انه ما كاينش دوبلي لان كان نخرق دي نخرق دي وسيري منين وفات تسعة اللي تاف نمغان وكسان وفات عادي رقيت تخروير ايوا ان شاء الله تقيم مني وتبدل لا ان شاء الله ان شاء الله بغيني غوت من شنو نكوا على حسب الساعات مرمي ما تساعد تني نكواكيس نشوت شماينو من دم غينا من تفقت ساعات تحت زجيغ ايوا سيدي تحت غير خدمت
تساعدتني تفغ تاع غار خدمه سوا يعني تسوى سنقسنت واه هو نشمني زعما هو غريب وشن حاجه بغيت اقلام ذاك تي ساعد منش غادا فختي ساعد تاع غار في جار تيري كارت عاود غسل الوقت تاعها يعني واذا اش تاثر اش مثلا مرياني انت ساعتك يوداني غك مش شو غريب وشن مش عادي بداك فهمتني غلبت تما المغرب دا عادي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مليح حشمت جاوبي بارك الله فيك. اسقسي نهاره هو على حساب في ساعات يتغير ما مشتو غادي شهر رمضان وممش ثنا الحكومه بانه القرار انه تار نعاود غتاني نعاود اذيري واني رمضان شك ما مش تقصد ما يتقيم ساعتها مني اني غتار نعاود ثاني ثاني. والله العظيم خويا اذا ما غاينا خويا شينا نومك تسعت عادي صراحه مش تورى بالنسبه لي شخصيا شن رايي نو شن نومك تسعت عادي. أنا التوقيت دي الجن ماذا؟ يعني ساعات عادي ما تقصد ما تقصدتني يعني اني ثنين قبرت ثنين قبرت ثنين قبرت ساعة ثنين قبرت وغات عادي لأن يعني نومك ساعة ثنين صافي نكسي التوقيت أخوني ثنين كون مرة واش درنا غيبدر ساعة واش درنا يخرج التوقيت الخو تاخذ قطص المشاكل خصوصا بالنسبة لي محضان يعني حنجان الصباح بنا ميتكار بنا متيري نومك يجن ساعة واش تزدس بدر ساعة نغني تس شوي تقصح لان اخو بنا متلوع لا جانب نفسي ولا على حساب يدرس وعلى مساله لان بنا ميار رجلات ساعه صافي من انت يجن ساعه اني مش تواري غنش بالنسبه للراي يعني ما مش فهم انه واش خص تسعه غير ندير رمضان مني غتصيغي وياخذ جبو ثاني نعاود وبالنسبه للشيء راي نون شخصي تسعه غيرين وثنين رمضان ثنين غيرين.